شباب تانية ثانوي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ معاكم مستر جورج حلمي. النهاردة هنشوف مع بعض او هنشرح مع بعض lesson 1 chapter 1 في منهجنا السنة دي، في منهج chemistry لتانية ثانوي. طيب قبل ما نبدأ مع بعض lesson 1، عايزين نشوف المحتوى بتاعنا النهاردة او المنهج بتاعنا في الفيرست تيرم موجود فيه. احنا عندنا 2 chapters، chapter 1 4 lessons و chapter 2 برضو 4 lessons. chapter 1 بيتكلم in general عن atomic structure والتركيب الذري، بيتكلم عن حاجة اسمها electronic configuration، توزيع الالكترونز. chapter 2 بنتكلم عن modern periodic table، وده اللي بدأنا ندرسه في prep 2، وبعد كده ندخل بعد كده او نكمل دراسة periodic table عن طريق properties، او هندرس مع بعض properties of a elements in the modern periodic table. طيب عشان ما نطولش نبدأ مع بعض في شرح lesson 1. تعال نشوف lesson 1 بيتكلمنا عن ايه. طيب لو بدأنا نتكلم كده عن lesson 1، lesson 1 اسمه evolution of the concept of the atomic structure. يعني ايه evolution؟ معنى تطور، تطور مفهوم التركيب الذري. الاتوم اللي احنا قاعدين ندرسها او بدأنا ندرسها في بريب 1 والاعدادي، وكملنا عليها في تانية وتالتة اعدادي، وهتكمل معانا في مراحل ثانوي، دي كانت بدايتها ايه والعلماء اتكلموا وقالوا ايه. عايز نبدأ مع بعض من الاقدم للاحدث، من الافكار القديمة خالص خلاص لاحدث تجارب وصلنا لها عشان نوصل الاتوميك ستراكشر اللي احنا عرفناه دلوقتي. طيب فكانت الفكرة الاولى او الفيرست كونسبت from Greek philosophers. Greek philosophers اللي هم الفلاسفة الإغريق أو اليونانيين بتوع زمان. One of them or one of the most famous Greek philosophers is Democritus. Democritus اللي هو ده كان واحد من ضمن أو واحد من أشهر الفلاسفة الإغريق. طيب قلت إيه بقى يا عم Democritus؟ قال لك any piece of matter can be divided، ممكن أقسمها into small parts. ماشي، يعني اي مادة عندنا احنا ممكن نقسمها لاجزاء صغيرة اصغر منها طبعا. طيب وبعدين قال لك and each part، وكل part يعني مسكنا البارت الصغير ده can be subdivided، ممكن نقسمه برضو into smaller ones. ماشي حلو خالص. until we reach، لغاية ما نصل في الاخر للايه الاهم بقى، اهم جزء، قال لك بارت كده صغير بنسميه indivisible particle. يعني ايه indivisible؟ يعني جزء او جزيء غير قابل للانقسام. تاني عندي matter ممكن اقسمها لسمول ايه small parts، تمام، والsmall parts can be برضو subdivided، ممكن اقسمهم يعني اي part صغير ممكن اقسمه لsmaller one، يعني اجزاء اصغر منه بكتير. حلو خالص. طيب هناخد بقى جزء صغير خالص 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 ونحاول نجزاه، قالك لا خلاص احنا كده وصلنا للاخر. طب ده عبارة عن ايه؟ قالك ده indivisible particle. indivisible particle يعني جزيء غير قابل للتجزئة او للانقسام، وسمى البارتكل الصغير ده خالص بنسميه او هو سماه ساعتها اتوم. واتوم هو عبارة عن one word، كلمة واحدة formed of two sections، بتتكون من مقطعين a tom. A means no و tom means divided. خلاص no divide يعني غير قابل للتجزئة وغير قابل للانقسام. ودي كانت الـ first idea، الفكرة الأولى أو الـ first concept للإيه الـ atomic structure related to Democritus. يبقى the matter is composed of or can be divided into smaller parts and each part can be subdivided into smaller parts until we reach، نوصل بقى في الاخر ليه indivisible particle. طيب وده بنقول عليه the building unit of matter. خلاص the building unit of matter is the atom the according to the Greek Greek philosopher. تمام احنا كده ما فيش مشاكل. يبقى وحدة بناء المادة هي الاتوم، هي الذرة، the according to the Greek philosopher. لكن هل انت فسرت ايه الاتوم؟ هل انت قلت لنا الستراكشر بتاع الاتوم؟ لا، هو قال ان الماتر بتتكون من اتومز وخلاص، لكن ما وصلناش لسه للاتوميك ستراكشر. طيب نكمل بقى بآلة الزمن بتاعتنا ونبدأ نتحرك
أو نقرب بالوقت لينا شوية. طيب نمبر 2 عندنا أرسطوتل. أرسطوتل ده اللي هو أرسطو، ده برضو واحد من الفلاسفة اليونانيين، برضو من ضمن الجريك فلوسفر. خلاص بعد جه بعد مين؟ ديموكريتس. ده كان من علماء الفلسفة الجامدين جدا عند الإغريق عند اليونان، بس جه في موضوع الأتوم بقى ضربت منه خالص، يعني موضوع باظ منه خالص خالص خالص، وأثر على موضوع العلم فترة كبيرة. تعال نشوف حكاية أرسطوتل مع الأتوميك ستراتش. طيب قول يا عم، أنت قلت لنا إيه أو اكتشفت لنا إيه في موضوع الأتوميك ستراتش؟ أول حاجة قال لك أنا هرفض تماما الفكرة بتاعت ديموكريتس. يبقى نمبر 1 هي refused the idea of the atom. انا برفض تماما فكره ان في حاجه اسمها اتوم، يعني الكلام اللي قاله ديموكريتس ده ملوش لازمه. انا ملوش لازمه، امال ايه؟ طيب انا افترض افتراض تاني. هي assume that، افترض ايه بقى؟ the matter is composed of، بتتكون من 4 main components، اربع مكونات رئيسيه اللي هما air, dust, water and fire. ايه ده؟ any matter؟ قالك any matter، جسم سيادتك بيتكون من اربع مكونات رئيسية، four main components air, dust, water, fire. the wood، الخشب، main components air, dust, water, fire. gold, copper, iron. any matter is composed of four main components. طبعا في الوقت ده كانت فكرة جديدة وغريبة، يعني الناس قاعدة بقى تفكر يعني any matter is composed of four components، يعني احنا ممكن بقى نحول ال cheap matter، المادة الرخيصة، ل more precious one، لواحدة غالية، لو احنا عملنا changing the ratios، غيرنا النسب خلاص لل four main components. يعني any matter بتتكون منين؟ composed of four components بس with certain ratios، بنسب معينة. فأكيد لو غيرنا النسبة دي هنحول المواد الرخيصة لمواد إيه؟ غالية. فبقولنا accordingly، طبعا لذلك، the cheap metals، المعادن الرخيصة such as iron and copper can be converted into precious one. precious يعني غالية أو ثمينة. يبقى the precious substances دي أو the precious matter like gold أنا ممكن أجيبها من الكوبر. طب لو هعمل إيه؟ أو أتغير النسب، أغير نسب الـ four components، أحول من مادة لمادة. وللأسف this idea had blocked the development of chemistry، يعني الفكرة دي وقفت تقدم الكيمستري for more than 1000 years، يعني 1000 سنة، يعني خلاص بقى الكيمياء حصل لها شلل، حصل له شلل تام لمدة 1000 سنة. ليه؟ قال خلاص بقى هما كل فكرهم راح ان انا احول الحاجات الرخيصة لحاجات غالية، عمالين بقى يغيروا النسب ويحاولوا يحولوا الامونيوم لذهب والحديد لفضة. طبعا الموضوع ما كانش بالسهولة دي وما كانش صح اصلا. طيب دي كانت بالنسبة للفكرة التانية او second concept about the atomic structure. طيب نكمل رحلتنا بقى ونقرب شوية بآلة الزمن، نيجي للثيرد scientist او third concept. عندنا عالم British scientist بريطاني اسمه بويل. بويل ده طبعا كان موجود او عايش in 17th century في القرن ال 17، يعني في 1600 كده. he refused the Aristotle concept، هو رفض طبعا الفكرة الخاصة بأريستوتل، يعني ما كانش مقتنع خالص، وكتير او ما كانش مقتنعين بالكلام ده طبعا. and gave the first definition for the element. يبقى احفظ معي كده، اول حاجة he refused the Aristotle concept، هو رفض المفهوم بتاع أرسطوتل، رفضه تماما. وتاني حاجة زي ما اتفقنا he gave وضع او اعطى اول مفهوم واول تعريف للإلمنت. برضو حاجة غريبة، او احنا عمالين ندور على الاتوميك ستراكشر، الكونسبت اوف اتوميك ستراكشر، وكله عمال يفكر او بيحاول يبعد عن المفهوم الاصلي وبيتكلم عن حاجة تانية خالص. المهم تعال نشوف موضوع بويل ده قال ايه. طيب كان ايه بقى تعريف الإلمنت؟ what is meant by element in according to Boyle it is a pure simple substance. تمام، pure simple substance، عارفين ان الاليمنت ماده بسيطه نقيه. that can't be analyzed، يعني ما ينفعش نحللها او نفككها into simpler
substance ما اقدرش افكها او احللها لمواد ابسط منها. طبعا الكلام ده كله by normal chemical methods. يعني انا معايا piece of gold، معايا piece of iron، خلاص هو iron مش هقدر اجزأ او احول ال iron او احلله لحاجه ابسط منه، خلاص ده ابسط حاجه. piece of gold ما ينفعش ان انا احللها لحاجه ابسط منها، هو خلاص ال element لابسط ماده معروفه او موجوده. can't be analyzed يعني ما ينفعش تتحلل into simpler substances. طيب ومع ذلك للمره الثالثه بويل can't reach او couldn't reach the atomic structure، يعني ما قدرش يوصل للتركيب الذري. يعني برضو بعدنا عن موضوع الاتوم ولففنا بره واتكلم على الالمنت. طيب يبقى till now ديموكريتس ولا ارسطوتل ولا بويل couldn't reach to the atomic structure. احنا بندور على the atomic structure والتركيب الذري اللي احنا بدأنا ندرسه زي ما قلنا من اول اعدادي، الاتوم ومكوناتها، الالكترونز والبروتونز والنيوترونز والنيوكليوس والانرجي ليفلز، كل الكلام ده ما وصلنالهوش لسه. طيب تعالى ندخل بعد كده او نكمل رحلتنا آلة الزمن، نشوف المحاولة الرابعة او concept 4. نيجي بقى لنمبر 4، عندنا scientist دالتون. طيب دالتون ده برضو كان British scientist، عالم بريطاني. فده طبعا جه بعد بويل. قالك he put the first theory about the atomic structure. بدأنا نسمع بقى هنا كلمة atomic structure، وركز معي بدأنا نسمع، يعني لسه الموضوع ما كانش أجزاء أو شغل عملي. he put the first theory about the atomic structure. ولما اقول لك first theory يعني اول نظريه، دي نظريه مكتوبه، يعني ما كانش نتيجه تجارب عمليه هو نفذها. خلاص عادي انت وانت قاعد في البيت ممكن تكتب نظريه معينه عن فكره جت في دماغك. يبقى he put the first theory about the atomic structure. طيب قالت ايه بقى النظريه بتاعته دي؟ عشان تقدر تحفظ معايا اللي هتفهمه حاول يعني تتبع الاسلوب ده، طلع كده او استخرج main words، كلمات رئيسية او اساسية من الجزء اللي هتحفظه. يعني هنطلع مثلا اربع كلمات هنركز عليهم في شرحنا للنظرية دي. يعني دالتون اتكلم اول حاجة عن substance، تمام، هنكتب substance، واتكلم عن الاتوم، واتكلم عن element، واتكلم عن الكومباوند. يعني الفور ووردز دول هما اللي هيشرحوا او هيخلونا نفتكر مع بعض الفيرست ثيري اللي اتكلم عنها دالتون. يعني اول حاجه قال the substance is composed of very tiny particles، يعني جزيئات صغيره جدا جدا جدا، very tiny particles called atoms. تمام، يبقى اول حاجه substance بتتكون منين؟ من atoms، ماشي. والاتوم نفسها قال لك ايه؟ the atom is very small، very small، ايه تاني؟ indivisible. وافتكر معايا قلنا indivisible اللي اتكلمنا عنها في ديموكريتس، يعني غير قابله للتجزئه، ما ينفعش اجزئها. and ركز بقى في الكلمه دي solid، وsolid هنا المعنى الاساسي بتاعها مش صلبه ولكن مصمطه. هقول لك يعني ايه مصمطه. solid هنا the opposite of hollow، حاجة هولو مجوفة، عكسها solid مصمطة، يعني مش مجوفة من جوه، مش فاضية من جوه. يعني الكورة هولو مجوفة فيها هواء من جوه، إنما solid مصمطة يعني صلبة من جوه ما فيهاش أي فراغات داخلية. طيب نرجع تاني، سيب substance composed of very tiny particles called atoms. تمام، والاتوم عبارة عن very small indivisible solid particle. تمام، اتكلم عن في النظريه عن الاليمنت، قال ايه بقى؟ the element is composed of atoms of similar masses. يعني اي element بيتكون من atoms، الاتومز دي متشابهه فين بقى؟ masses في الكتله، and they differ، بتختلف from one element to another. يعني كل element مختلف عن element تاني في الاتومز الخاصه بيه اللي بتكونه. يبقى الـ element is composed of atoms والاتومز دي of similar similar masses. طيب and they differ from one element to another. طب الكومباوند
قال لك ال compound is formed by the combination of atoms بس of different a of different elements in simple numerical ratios. يعني ايه simple numerical ratios؟ يعني بنسب عددية بسيطة. يبقى ال compound بيتكون من ايه؟ ها combination اتحاد atoms of different elements in simple numerical ratios. يبقى لما تيجي كده تحفظ ال first theory، او طبعا احنا فاهمينها فعايزين نحفظها، فمن ضمن طرق الحفظ انك تطلع كده main words، كلمات اساسيه اللي هتبني عليها الجزء اللي انت فاهمه او هتحفظه. يبقى عندنا four words، عندنا substance atom element compound. ال substance composed of very tiny particles called the atom. ال atom very small indivisible and solid. الelement composed of atoms of similar masses والcompound formed by combination أو formed أو composed of atoms of different elements in simple numerical ratios. طيب دي أو ده كلامك يا عم دالتون؟ آه. طب فين يا عم الاتوميك structure؟ لا معرفش أنا، ده اللي وصلت له ودي النظرية اللي كتبتها ودي نظرية مكتوبة خلاص، مش نتيجة تجريب أو practical experiments. طيب يبقى لغايه دلوقتي احنا ما وصلناش للاتوميك ستراكشر، لسه كله كلام. بدانا بديموكريتس، بعد كده ارسطوتل، بعد كده بويل، بعد كده دالتون. تعال نشوف بقى نمبر 5. طيب بس قبل ما نشوف نمبر 5 كده تعال نحل كام سؤال على الجزء اللي احنا قلناه عشان نثبت المعلومه شويه. بيقولنا ايه؟ هات لي كويستشن 2، بيقول لنا which of the following figures represents the Dalton's atomic model. طيب لو نفتكر دالتون هو اتكلم زي او قلنا مع بعض انه put the first theory about the atomic structure، ومن ضمن الثيري او النظريه اللي من ضمن البوينتس اللي اتكلم عليها في النظريه بتاعته، قال ان الاليمنت is composed of، افتكر معايا، similar atoms او atoms of similar masses. ماشي، يبقى الاليمنت بيتكون من similar atoms. طب ايه تاني؟ وقال ان الاتوم is solid. فلما نيجي نبص على ال first choice، ده مش element لانه بيتكون من different atoms. طيب هنستبعد دي. ده element بيتكون من similar atoms، دي صح. وده element بيتكون من similar atom، صح. وده element بيتكون من similar atom، صح. طيب والله يعني التلاته صح. لا ركز بقى معايا، the atom is solid، لازم تكون atom indivisible very small and solid. indivisible دي مش هتبان في الصوره، و small مش هتبان في الصوره، لكن solid باينه يعني مصمطة. دي هولو مجوفة فما تنفعش، دي فاضية من جوه اهي. ودي نفس الكلام ما تنفعش لانها not او not all the atom is a solid، دي الوحيدة اللي هي solid atom، هي مصمطة زي الكرة بالظبط مليانة من جوه. يبقى B هو ال correct choice. طيب تعالى نحل مع بعض كده نشوف number 8. all the following are concepts of matter according to Aristotle except يعني كل دي من ضمن المفاهيم الخاصة بالماتر بالمادة، ده طبعا تبعا لأرسطوتل ما عدا ايه. طبعا افتكر معايا ان أرسطوتل قال ايه؟ ان any matter is composed of، بتتكون منين؟ four main components air dust water and fire. طيب the dust is one constituent of gold، ماشي تنفع، احنا عايزين اللي ما ينفعش. the constituents of iron are the same that of silver but in different ratios، او مكونات الحديد هم نفس الاربعه، هم مكونات السيلفر الفضه بس in different ratios. the copper can be converted into gold، هل الكوبر ممكن يتحول لجولد؟ ولا the element is composed of atoms، هو ما اتكلمش عن elements خالص. تمام، هو قال لك ان الكوبر ممكن يتحول لجولد خلاص. cheap metal can be converted into precious one by changing the ratios، لو انا غيرت الratios. فالثلاثة دول من ضمن الـ concepts of matter، ده طبعا related أو according to Aristotle ما عدا دي، لأنه ما جابش سيرة الـ elements خالص في الكلام بتاعه. وبرضو عشان ما ننساش يعني قبل ما ندخل في number 5، يبقى هنا بيقول لنا إيه؟ دالتون agreed with Greek philosophers in the following. دالتون اتفق مع الـ Greek philosophers in إيه؟ قال لك the substance، طبعا من ضمن الـ Greek philosophers اللي هو مين؟ Democritus. اتفق معايا في ايه؟ ان الـ substance is composed of atoms. كمان اتفق معاهم ان الـ atom is indivisible. وده كان اتفاق في الرأي ما بين دالتون
والجريك فلسفرز اللي كان من ضمنهم او على رأسهم ديموكريتس. طيب شوف بقى نمبر 5. طيب نمبر 5 ساينتست تومسون. اخدنا آلة الزمن بتاعتنا وبدأنا نتحرك خلاص ونطلع بالزمن او نرجع بالزمن لوقتنا. فبعد دالتون جي تومسون وبدأ الشغل الجد شوية، بدأت الاكسبيرينس بقى تظهر معايا. هنا في تجارب في معمل بتتم وفي شغل او بيبقى في شغل عملي، الشغل ده هو اللي بيدي نتائج هنبني عليها الفكره بعد كده. طيب مبدئيا كده نبقى عارفين حاجه مهمه قبل ما نشوف تومسون اكسبيرمنتس اللي هي التجربه بتاعت تومسون، تجربه مشهوره جدا خلاص. نبقى عارفين ان all gases are bad electric conductors. الجاز عامة هي electric insulators، يعني عوازل او ما بتوصلش او غير موصلة للكهرباء. طيب الكلام ده under normal conditions of temperature and pressure، يعني في ظروف الظروف العادية او الاحوال العادية للحرارة والضغط. طيب يبقى اي جاز، ودي من رحمة ربنا طبعا انه ما بيوصلش كهرباء، جميل جدا. طيب لكن انا قلت ايه under normal conditions of temperature and pressure، في الظروف العادية. لكن لو تحت ظروف خاصة احنا ممكن نخلي الجازز دي electric conductors، موصلة للكهرباء. طيب ايه الظروف الخاصة دي، ايه الconditions دي اللي هتخلي الجازز good conductor of electricity؟ قالك حاجتين. ايه بقى two conditions دول؟ number one decrease the gas pressure، هنقلل خالص الجاز pressure and increase the potential difference، ونعلي ال potential ايه difference. افتكر معايا how to make the gases او how to make the gas good electric conductors. number one decrease the gas pressure، هنقلل ضغطه. number two increase the potential ايه difference. طيب فلو قللنا الجاز بريشر الكلام ده مش هيتم غير في او عن طريق ادوات معينه زي حاجه اسمها discharge tube. ايه بقى حكايه ال discharge tube دي؟ طيب بصوا يا شباب بقى، هي دي الديسشارج تيوب اللي هنحقق بيها الشرطين دول اللي هم lower the pressure، هنقلل الضغط، and increasing the potential difference، هنعلي فرق الجهد خلاص، عشان نخلي ايه بقى to make the gas good electric conductor. طيب بص كده، هي عباره عن glass tube connected to electric source، وما دام متوصله بمصدر كهربي فالمصدر الكهربي ده عباره عن two poles negative and positive. طيب النيجاتيف بول is connected to، متوصل حاجه اسمها كاثود، او النيجاتيف بول عموما هنسميه كاثود في الديسشارج تيوب، يعني القطب المعدني ده خلاص بنسميه كاثود. انما البوزيتيف بول is called انود، يبقى عندنا كاثود and انود، يعني بنسمي النيجاتيف بول كاثود وبنسمي البوزيتيف بول انود. طيب جميل جدا، وزي ما اتفقنا ادي الديسشارج تيوب هي عباره عن جلاس تيوب. الجلاس تيوب دي with a vacuum pump، يعني ايه vacuum pump؟ يعني مضخه هوائيه. دي عباره عن مضخه هوائيه بنفس نظام كده، لو تعرف الفاكيوم كلينر اللي هي المكنسه اللي عندنا في البيت، هي عباره عن بتضخ الهواء للخارج او بتسحب الهواء لبره. فمجرد ما بسحب الهواء او الجاز outside the discharge tube فأكيد بيبدأ ال pressure بيقل. هو في هنا جاز، والجاز ده لما يبدأ يتسحب أكيد الضغط بتاعه بيقل. طيب فاجي تومسون راح مصمم ال discharge tube أو ال experiment اللي قدامكم دي، وبدأ بقى ينفذ ال two conditions اللي نشوفينهم. عمل إيه بقى؟ قالك decrease the gas pressure، نقص أو قلل ال gas pressure inside the discharge tube. إزاي؟ by the evacuating the gas. evacuating يعني pump out the gas، قاعد يضخ الغاز اللي هنا للخارج، يعني استخدم المضخة والغاز اللي هنا قاعد ايه يتسحب للخارج، يتسحب لبره. فطبيعي طول ما الغاز بيتسحب فبيحصل ايه decreasing للجاز ايه pressure. طب وايه تاني؟ عمل increasing للpotential difference، زود فرق الجهد او فرق الضغط between the electrodes اللي هو positive pole والnegative pole. طب زودنا الـ potential difference كام؟ 10,000 فولت. 10,000 فولت. يبقى decrease the pressure increase the potential difference till 10,000 فولت. على طول في اللحظة دي الجاز
became an electric conductor. وفي نفس الوقت حصل ظاهرة كده غريبة تومسون لاحظها. لاحظ ايه بقى؟ بيقول لك at this moment a flow of invisible rays are emitted from the cathode. يعني من الكاثود من النيجاتيف بول في rays انطلقت كده towards the positive pool زي ما انت شايف كده اهو في شويه من rays اهو تمام؟ او في rays قدامك خرجت اهي من النيجاتيف بول للبوزيتيف للبوزيتيف بول. والrays دي زي ما اتفقنا causing glowing او causing flash to the tube wall. هي اصلا invisible هي غير مرئيه, فلما خبطت في الوول او في الـ في الـ في الجدار بتاع الجلاس تيوب عمل زي جلو او توهج او لمعان للايه للتيوب وول. يبقى ركز بقى معايا كده ان الاوبزرفيشن هنا a flow of invisible rays في اشعه غير مرئيه are emitted خرجت او انبعثت منين من negative pool اللي هو الكاثود to the positive pool اللي هو الايه انود. rays دي causing glowing سبب التوهج او flash to the tube wall. These rays سمى بقى تومسون الأشعة دي cathode rays. cathode rays ليه cathode rays؟ لأنها emitted from the cathode أو negative pool of the discharge tube. طيب what are the properties of these rays؟ إيه بقى خصائص الأشعة دي؟ يعني إحنا خلاص إحنا عرفنا إن إحنا قللنا الغاز, قللنا ضغط الغاز, زودنا ال potential difference ل 10,000 volt, انطلقت أشعة, سمينا الأشعة دي cathode rays. طيب ايه بقى الخصائص بتاعتها, what are the properties of cathode rays? Number one, they consist of tiny particles with negative charge called electrons. مادام هي خرجت من ال negative pool قالك بتحتوي على tiny particles اجزاء او جزيئات صغيره جدا 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 with negative charge سميناها electrons. بس كده يبقى اكيد الكاثود rays دي اللي يقصد او المقصود بيها انها الكترونز. يعني الكاثود ريز هي عباره عن الكترونز. الكاثود ريز عباره عن ايه؟ الكترونز with negative charge. طيب تاني حاجه they have a thermal effect ليها تاثير حراري. يعني لو مسكنا التيوب دي من بره نلاقي الانبوبه دي سخنت لانها او نستدل على الكلام ده ان الكاثود ريز have thermal effect. Number 3 they move in straight lines. هي بتتحرك زي ما انت شايف كده اهي in straight lines خطوط مستقيمة with speed lower than that of light بس سرعتها اقل من سرعة الضوء. They are affected by both magnetic field and electric field. ما دام هي مشحونة يعني with charge او charged rays احنا قلنا انها negative charge خلاص, فهي بتتأثر بالالكتريك فيلد وكمان بتتأثر بالماجنتيك فيلد. وبص على الصورة دي كويس زي ما انت شايف كده when we approach a magnet لما قربنا magnet to the discharge tube a deviation happens في انحراف كده حصل للايه للكاثود rays. يبقى واضح انها بتتاثر بمين بالماجنتيك وبرضه بالالكتريك فيلد. نمبر 5 ودي مهمه جدا their behaviors يعني السلوك بتاعها او التصرف بتاعها or nature وطبيعتها don't change مش بتتغير by changing cathode material or the type of the gas. يعني مهما نغير الكاثود material خلاص made of copper made of aluminium made of lead ومهما نغير الجاز type of gas هيخرج برضو من الكاثود للانود الكاثود rays الأشعة دي. طب ده معنى ايه؟ معناه ان الكاثود rays دي take part تشترك in the structure of all substance. اي substance اي matter هتلاقي فيها الكاثود rays يعني هتلاقي فيها الالكترونز. طيب يبقى ركز بقى معايا كده الله يخليك في الجزء ده. نمبر 5 الساينتست عندنا هنا اللي اتكلم عن موضوع الاتوميك ستراكشر او موضوع الاتوم عامه تومسون. في البدايه خالص نبقى عارفين ان all gases are bad electric conductors. طيب to make the gases عشان نخلي الجاز دي good electric conductors we have two conditions. في شرطين عندنا. الشرط الاولاني decreases the pressure of the gas pressure نقلل ضغط الغاز. Second condition increase the potential difference نزود ال potential difference. والكلام ده هيتحقق عن طريق الجهاز اللي قدامكم او التيوب اللي قدامكم اللي سميناها discharge tube. في ال discharge tube احنا عندنا two pools negative pool cathode وال positive pool anode.
when we decrease the gas pressure by the vacuum pump and increases the potential difference to 10,000 volt, an invisible ray or invisible rays are emitted from the cathode to the anode. من الكاثود للانود وسمينا الريز دي كاثود ريز اللي هي مين اتفقنا الالكترون لانها with negative charge. تمام, ايه علاقة الكلام ده كله بموضوع الاتوميك ستراكشر؟ هو بعد كده تومسون حط الافتراضات بتاعته او وصل في الاخر لايه, قالك ان الاتوم is a solid sphere. من الاكسبيرمنت اللي نفذها وصل ان الاتوم is a solid sphere, وكلمة solid دي اتكررت قبل كده, of uniform positive electric charges, of uniform positive electric charge يعني solid sphere, كرة مصمطة مش مجوهة not hollow sphere, وفيها positive charges. ماشي, وبعدين قال لك كمان a number of negative electric charges اللي هي الالكترونز is embedded. Embedded يعني مطمور بداخلها, موجودة بداخلها مجموعة من أو عدد من النيجاتيف إلكترونز, بس عدد النيجاتيف إلكترونز دي should be equal the number of positive charge to make the atom electrically neutral, عشان تخلي الأتوم دي متعادلة كهربيا, يعني number of negative electrons equal the number of positive electrons positive protons آسف. فلما تيجي تبص على الصورة دي ادي التصور ها انا قلت تصور النهائي لتومسون اتوميك موديل. The atom is a solid sphere, تمام, كره صلبه او مصمطه, طيب with uniform positive electric charges, جواها positive charges اهي, وبرضو فيها number of negative charges equal the positive. يعني لو عندنا هنا مثلا 1 2 3 4 5 6 7 يبقى لازم يكون في 7 negative, 1 2 3 4 5 6 7 negative charge ليه؟ to make the atom electrically neutral. طيب دول ال 5 scientists او ال 5 concepts, الخمس مفاهيم اللي اتكلمنا عنهم في محاولة ان احنا نوصل للاتوميك ستراكشر. طب حد منهم وصل للاتوميك ستراكشر؟ ابدا, لغاية دلوقتي مفيش اي حد اتكلم تفصيليا عن الاتوميك ستراكشر. تمام, يعني حتى اللي وصل له تومسون هو يعني احدث واحد في الخمسه خلاص, هو وصل لتركيب او تصور الاتوم عباره عن سوليد سفير جواها بوزيتيف تشارج ونيجاتيف تشارج, لكن هل وضح حاجه من اللي احنا عارفينها؟ وضح النيوكليوس, الالكترون بيتحرك ازاي, البروتونز موجوده فين؟ لا خالص, لكن مش هو ده الترو كونسبت او المفهوم الصح طبعا للايه للاتوميك ستراكشر. طب احنا هنقف لغايه هنا في lesson 1, يعني lesson 1 لسه في جزء باقي صغير خاص بعالم تاني اللي هو نمبر 6 راذرفورد, لكن هنضمه مع lesson 2 عشان يبقى فيه ترابط في الشرح بتاعنا. طيب خلينا بس نلخص اللي قلناه في نقطتين صغيرين كده عشان ايه تبقى مركز في الجزء ده. لو جه قال لك تومسون دالتون ديموكريتس, تومسون دالتون ديموكريتس, الثلاثة دول agreed in يعني اتفقوا في ايه؟ فكر كده معايا ايه النقطة اللي اتفقوا فيها هما الثلاثة. تمام, بمنتهى البساطة agreed in that the substance is composed of atoms. قالك ان اي substance او اي matter تتكون من ايه؟ تتكون من atoms. تمام, طب بالنسبة لتومسون ودالتون only, يعني لو قال تومسون and دالتون agreed and طلعنا خلاص ديموكريتس, طبعا الاثنين دول اتفقوا في ايه؟ ها صح كده, agreed in that the atom is a solid sphere, ان الاتوم عبارة عن ايه؟ solid sphere يعني كرة مصمتة. طيب تمام, ناخد كده سؤالين بسرعة على الجزء ده عشان برضو نثبت المعلومة. Hat number 4 بيقول لنا ايه؟ figure, which figure represents the Thomson's model. لازم كنا يعني نكون فاكرين كل عالم والكونسبت او الايديا اللي اتكلم عنها كانت ايه. فهنا تومسون لو تفتكر هو قالك ايه؟ قالك ان الاتوم اول حاجه سوليد, الاربع صور عندنا الاتوم سوليد ما فيش ولا واحده فيهم مجوفه فاضيه فيها فراغ من الداخل. تمام, قالك الاتوم
containing positive charges and negative charges. طيب يبقى دي هنستبعدها تماما. هنا ينفع، هنا ينفع، هنا ينفع. لكن قال كمان ان ال positive charges وال negative charges equal to make the atom electrically neutral. يبقى دول ثلاثة positive وال negative ما تنفعش. واحدة positive وأربعة negative ما تنفعش. هنا 3 و 3 يبقى دي neutral A neutral atom. طيب طيب هنا 25 يقول لنا إيه؟ What we conclude from the following figure is that the cathode rays. من الصورة اللي قدامنا دي أو الشكل اللي قدامنا بنستنتج إيه؟ إن الكاثود rays have a thermal effect. طبعا دي مش تبقى عارف بس آدي الـ discharge tube وآدي الكاثود rays تمام؟ وآدي electric field بيتكون من positive pool و negative pool. هو طبيعي بس في حاجة نسينا نقولها إن لما بيحصل deviation يحصل انحراف للكاثود ray أو تأثير للإلكتريك فيلد على الكاثود rays أكيد الكاثود rays deviate بتنحرف towards the positive pool إن هي with negative charge هي electrons negative electrons فأكيد هتروح ناحية مين ال positive. طيب تمام فهل الصورة اللي قدامنا دي indicate that the cathode rays have a thermal effect؟ لا طبعا يعني دي ما تدلش ان ليها تأثير حراري. have a negative charge الكاثود rays قدامكم حصلها deviation انحراف ناحية ال positive pool فواضح ان الكاثود rays with negative charge لانها electron تنفع. have a positive charge؟ لا طبعا. are uncharged؟ لا هي مش هي بالعكس هي charged مش uncharged. يبقى number 25 هنختار B. طيب هنكتفي بالجزء ده. اتمنى يكون المعلومة وصلت. لو في حاجة مش واضحة ممكن تكتبولي في الكومنتس. وان شاء الله زي ما قلت لكم احنا بنضيف الجزء الاخير من lesson 1 بنربطه بlesson 2 عشان تبقى يعني في ترابط في المعلومة وفي سلاسة كده في فهمك lesson نفسه. شكرا ليكم. كان معكم مستر جورج حلمي.